كثير من الاشخاص بيعانوا من غباش بالرؤيه. صحيح عفاف، ويمكن كثير ناس ما بيعرفوا شو السبب او شو هي الظاهره اسمها. صحيح، وخصوصا هذا المرض بيعاني منه كثير من الاشخاص، واكيد عنده وجود مشاكل بكيفيه استقبال الضوء وتركيزه على الشبكيه، وهذا الشيء يعرف اليوم بالخطا الانكساري. أكيد رح نتعرف ضمن فقرتنا الطبية لليوم على الخطأ الانكساري في العين، أسبابه وطبعا طرق علاجه وغيرها من التفاصيل مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور جهاد نويلاتي، وهو اختصاصي في علاج أمراض العين والجراحة. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا. صباحك يسعد صباحكم، صباح المشاهدين. أهلا، صباح الخير دكتور. صباح خير. خلينا بالبداية نتعرف على هذا المرض، الأخطاء الانكسارية أو الخطأ الانكساري شو هو بالضبط؟ تمام، هلا لنشرح شو هو الخطأ أو الخلل الانكساري اللي بيحدث أثناء الرؤية. خلينا بالبداية نشرح آلية عمل العين. آلية عمل العين مثل أي كاميرا، هي تحويل الضوء اللي صادر من الصورة اللي عم نشوفها لتحويله لصورة واضحة على الشبكية، والشبكية فيها خلايا عصبية بتنقل هالصورة للدماغ اللي هو بيفسرها بالشيء الموجود حوالينا. هلأ الضوء رح يدخل لداخل العين، يتعرض مثل أي عدسة لانكسار، مثل أي عدسة حاطينها بمرق من خلال الضوء، بيتركز بنقطة معينة. هلأ وظيفة العين حتى تكون سليمة، هالانكسار يلي بيخضع له الضوء الداخل للعين لازم يطلع بصورة واضحة على الشبكية. هلأ أي خلل بالانكسار الضوء هو داخل لداخل العين رح يؤدي لأنه يتكون الخيال على الشبكية بطريقة مشوهة. فهون الشيء منقول شيء اسمه خلل أو خطأ انكساري، يعني انكسار العين مثل أي عدسة، مثلاً كان في خلل، كان في نقص، الخيال رح يكون على الشبكية بشكل أمامي، هون بيطلع حسر البصر، يعني بيكون انكسار العين كتير، تمام، قوة الكاسرة للعين كعدسة، وقت بتحول الخيال لشبكية زيادة فبيطلع النقص. ممكن الانكسار اللي بيخضع له الضوء بيكون القليل، فبالخيال الشبكي بيتركز خلف الشبكية، من هون بتنتج بما يعرف أسوأ الانكسار يلي بتحدث بالأعمار كلها، من عند الأطفال ممكن تكون ولادية ومتقدمة بالعمر، يلي هنن إذا كان الخيال وقع أمام الشبكية فهو نقص أو حسر البصر، إذا الخيال وقع خلف الشبكية تمام هو مد البصر، إذا كان الخيال وقع بشكل مائل أو يعني جزء منه على الشبكية، جزء خلفي أو أمامي، هو الانحراف أو حرج البصر. فهي هي الخلل الانكساري اللي بنسميه بالعامي ولد، مثلا ابني عنده نقص، أنا عندي نقص، أنا عندي مد، أنا عندي انحراف أو استيغماتيزم، كلياتهم بيدخلوا من ضمن هالكلام هذا. طيب دكتور خلينا نحكي عن أسباب حدوث الخطأ الانكساري. حل. وخصوصا أنه مثل ما قلت أنت ما له عمر معين، يعني أكيد. مثلا في أمراض من العين بنعرف أنه مثلا ممكن يتأثر عليها العمر، التقدم بالسن، السكري وغيرها، ولكن الخطأ الانكساري ممكن نشوفه عند أعمار صغيرة. لا، بأعمار صغيرة ممكن يكون ولادي، بيطلع مع العمر وقت بتكبر العين ممكن نتيجة أمراض بتصيب مثلا جسم البلوري، بتصور مثل المي البيضة بدايتها، مثل أمراض القرنية اللي بتصير، كله بيحدث خلل انكساري. بس خلينا نحكي بالحالات الشائعة اللي عين سليمة، طفل يعني بلش يفوت على المدرسة، كان يشوف منيح، صار مثلا بالعمر 6-7 سنين عم يقول لأمه مالي عم شوف على اللوح. غالبا هون بيكون نتيجة النمو العين، مثل ما حكينا انه وقت بيطلع الخلل الانكساري له علاقة يا اما بانكسار الضوء تمام كجسم بلوري، يعني انه في الانكسار ما عم يكون ضابط، او العين كبرت، يعني هو حسر البصر النقص، الخيال بيجي قدام الشبكية، يا اما الضوء اللي فايت على العين عم يصير فيه انكسار كتير، عم يكون الخيال قدام الشبكية، يا اما العين عم تكبر. فهو الشائع انه مثلا اثناء النمو بتكون مثلا عمر 5 سنين الخيال واقع على الشبكية، كبر الطفل، كبرت العين، فالخيال اجى قدام فبلش يطلع عنده درجات نقص. فمن هون بتقول انه مثلا تفحصه عند الطبيب للطفل انه والله عنده بلش شوية نقص عنده، فبدنا نساعده بنظارة، الشغلات البعيدة ما عم يشوفها. هذا بده مراقبة لانه مرتبط بالنمو، مثل ما حكينا انه العين عم تكبر اثناء النمو فعم يزيد النقص، يعني وقت ببلش نقص بعمر 5 سنين انا بدي اتوقع زيادته لعمر 18 سنة مثل نمو الجسم، فبالتالي انه انا ضروري راقبهم، ممكن نبلش بدرجة بعمر 18 نصير 3 درجات. طبعا في عوامل تانية كتير بتساعد انه قلل او بتساعد انه يزيد، طبعا اجهاد العين، المطابقة الشديدة، اجهزة التابات والموبايلات لفترات طويلة، كلها عوامل
بتأهب على زيادة الحسر لأنه وعلى عن طريق زيادة الطول الأمامي الخلفي للعين. هذا بالنسبة للنقص. ومثله مد النظر. مد النظر الخيال بيكون خلف الشبكية مثل ما حكينا، عادة بيكون ولادي، يعني الطفل وقت بيولد ممكن يكون عنده درجتين ثلاثة مد. تمام. هلأ ممكن بحالات يكون عنده مد نظر أكثر. المد النظر الأكثر ممكن يفوتنا بمشاكل إنه يصير في عندي تشوش للرؤية القريبة، وهذا شيء مهم. تشوش الرؤية القريبة بالنسبة للأطفال بيعمل شيء اسمه كسل وظيفي بعين على حساب عين تاني، لأنه في عنا بالمرحلة الأولى العمرية مثل ما اتفقنا إنه الصورة عم تنتقل من الشبكية للدماغ، والدماغ عم يطور نضج بصري للأشياء المرئية. هلأ وقت بصير في عندي خلل انكساري بين عينتين، عين فيها مد كتير، الدماغ عم ياخذ الخيال بطريقه مشوهه، تمام؟ فهون رح يلغي الدماغ هذا الخيال المشوه من العين ويعاملها على اساس عين كسوله ويعتمد على العين الثانيه. فلذلك بدنا مراقبه المد من يعني من سنين الحياه الاولى، لانه المد عم يشوش الرؤيه القريبه وهي اللي بتعمل كسل وظيفي. فهون عندي المد وحكينا عن النقص، وممكن الانحراف او الاستجماتيزم اللي هو بيكون واقع الخيال بشكل مائل حسب المحاور بشكل مائل على الشبكية. طيب دكتور، حكينا عن العوامل اللي بتزيد من الحسر المد او النقص. طب اليوم اذا بدنا نحكي عن السبب الجوهري اللي بيخلي يصير عنا اخطاء انكسارية، شو رح يكون؟ هلا اذا حكينا على الاخطاء الانكسارية هي اللي بدها تكون ولادية، ممكن اي امراض بتصيب كرة العين، يعني ممكن وجود الجسم بلوري مشوه او بداية مي بيضة حتى عند الاطفال بيعمل لي خطأ انكساري، بيعمل لي يعني ضعف بالعين. ممكن أمراض القرنية كمان بتفوتنا بهالشيء. أي مرض رح يوصل لهالشيء. فبس الفكرة إذا حكينا على أسوأ الانكسار العادية اللي هي ما لها شيء مرضي، هي شيء إنه خلل انكساري موجود عند الطفل اللي هو المد أو النقص. أهم سبب عندي هو العامل الوراثي، يعني عادة الأهل إذا الأب والأم عندهم مد نظر عالي غالباً الأطفال، غالباً عم أقول غالباً لأنه موضوع احتمالات هي حسب المورثات، غالباً رح يكون عندهم الأطفال مد بصر. فبالتالي اتفقنا أول شيء هو العامل المؤهب الوراثي، تمام، لحدوث هي الأسوأ الانكسار حسب ما هي موجودة عند الأهل أو بالأجيال الثانية، وبتتركز عند الأطفال حسب نسب احتمالات. هلأ في عوامل كتير متهمة، هي عوامل مثلا البيئة، حكينا عن تطور النقص اللي بيصير مع الوقت، مرتبط دراسات جديدة كتير عم يعني القعدة الطويلة، التدقيق لفترات طويلة على الشاشات عم تعمل تشنج ومطابقة بعضلات العين، هذا عم يأهب على زيادة الطول الأمامي الخلفي للعين، وعم يأهب على زيادة الحسر يلي ممكن يصير عند الأطفال. بس الشيء المثبت أكيد العامل الوراثي له دور. هي بالشغلات اللي حكينا عليها، شغلات أسوأ الانكسار، الخلل الانكساري، من دون ما نفوت بشكل بالشغلات المرضية اللي هي بتتضمن أي مرض بيصيب العين من الأقسام الأمامية باتجاه الأقسام الخلفية. طيب إذا بدنا نحكي عن الخطأ الانكساري بما يخص قصر النظر دكتور، تمام، هل في ناس أكثر عرضة من ناس ثانيين أنه هن ينصابوا مثلا بهذا الشيء؟ هل في خليني أقول مسببات واضحة غير العامل الجيني أو الوراثي؟ هلأ أكثر شيء مثبت هو موضوع العامل الوراثي. طبعا نمط الحياة يعني في أدوية معينة كله اتهام، بس بشكل أساسي طبعا العامل الوراثي هو اللي بيحدد النقص اللي ممكن يصير عند الأطفال بشكل غالب. تماما. إذا بنحكي مثلا، خلينا نحكي على التطور أثناء الحياة، تمام؟ هلأ الطفل عنده نقص بده مراقبة عن طريق الدرجات، الهدف أنه أنا أحصل على رؤية واضحة. عنده نقص ما عم يشوف للبعيد، فحصنا عند الطبيب وصف له نظارة. هل هي النظارة ثابتة بتضل معه 10 سنين؟ أكيد لا، لأنه أثناء النمو مثل ما حكينا رح يزيد النقص، فكل 6 شهور بدنا متابعة للطفل عند الطبيب، وبقول لهم الأهل ما يخافوا، شيء طبيعي أنه النقص يزيد، لأنه الوقت بيزيد النقص هذا دليل على النمو السليم. يعني مثل ما بقول لهم للأهل أنه مثلا ابنك هلأ مثلا قديش طوله، لسه ما بده يطول له متر ليكبر، أكيد والعين بدها تطول، فازدياد الطول الأمامي الخلفي للعين
هو رح يؤدي لزيادة الحسر. هلا امتى بيوقف؟ غالبا بيوقف النقص اللي عند الاطفال بعمر 18 سنة، بين ال 18 وال 20. فلذلك من هون منفوت بباب اي سنة بقدر اخلص من النظارة. فهذا سؤال مهم، امتى بقدر مثلا اعمل له تصحيح اسواء انكسار للطفل؟ نحن الفكرة انه يكون بلغ 18 وثباتية بأسواء الانكسار، يعني عنده درجتين نقص، بيجيني عمره 18 بقول له لا منستنى 6 شهور، إذا كانوا ثابتين منشتغل، ما كانوا ثابتين بدي استنى 6 شهور. ليش ما ثبتوا بعمر 18؟ بقول له لأنه نموك ما وقف مثل الطول، ممكن يوقف 18 بال19 بال20. فلذلك تصحيح أسواء الانكسار للتخلص من النظارة غالبا بده ثباتية وبعد عمر 18. هلا تصحيح أسواء الانكسار عمليات واسعة أكيد بسيطة، الهدف أني أنا الخلل الانكساري اللي حكيتي عليه، الخطأ الانكساري الموجود بالعين، عاكسه بعملية تشطيب القرنية. يعني الضوء بيخضع لانكسار من القرنية والجسم البلوري. عمليات الإكزيمر ليزر تصحيح أسواء الانكسار هي بتتعامل مع الخطأ الانكساري عن طريق تعديله عن طريق القرنية. مثلا عندي نقص فالانكسار بالعين عم يكون كتير، فأنا بدي خفف من القوة الانكسارية للعين، فبعمل تشطيب للقرنية بسماكات معينة بما يعادل الخلل الانكساري الموجود عند العين. طيب دكتور، كمان الأشخاص الكبار بالعمر حصراً هنن يمكن الأكثر عرضة للإصابة بمد البصر وضعف الرؤية القريبة، لهيك ممكن اليوم نشوف أشخاص صغار بالعمر عم يعانوا من هاي المشاكل أو في إلى عمر معين؟ هلأ فتنا لآلية تانية. حلو السؤال. هلأ اللي الشيء الثاني، مد البصر اللي بصير بعمر 40، ما اسمه مد بصر شيخي، اسمه مد بصر اللي بعد 40. ليش عم بيصير؟ يعني بيجيني شخص بيقول لي أنا طول عمري طلع للبعيد واضح وطلع للقريب واضح، فجأة ما عاد شفت للقريب، عم بعيد لشوف. فهذا هي المشكلة بتصير بعد 40. السبب ما له، مو خطأ انكساري، هو عملية مطابقة أو فوكسك للخيال باتجاه الشبكية. فهلأ حنشرحها بشكل بسيط. يعني إذا أنا عم بتطلع تمام على الأجسام البعيدة ما عندي خلل انكساري، الصورة رح تكون على الشبكية واضحة. أوكي. هلأ وقت بيقرب الجسم، هلأ الله خلقنا الجسم البلوري في ألياف تعمل مطابقة الجسم الهدبي، فهي بتفوكس الجسم الهدبي كل ما قرب الجسم لتحاول تجيب، وقت بده يقرب الجسم الخيال المفروض يرجع. فالمطابقة اللي بتصير بالجسم البلوري هي أنه بتجيب الخيال باتجاه الشبكية. هلأ بعد عمر 40 مرونة هالألياف بتقل. تمام. فما عاد في مطابقة. الطفل الصغير عنده مطابقة بتقلي له أقرأ من هالمسافة بيقرأ. بعد 40 ما عاد يقدر، الخيال رجع ورا الشبكية، الجسم الهدبي جسم البلوري ما عم يقدر يفوكس الخيال، فبيضطر المريض يبعد. هلأ هي نقص مرونة ألياف الجسم البلوري بعد عمر 40 كمان بتعمل لي أنه نقص بالمطابقة، فأنا بساعده بعدسات مكبرة حسب العمر، منبلش بنص درجة لثلاث درجات بعمر 70. هون الخلل الانكساري الحادث أثناء الرؤية للقريب مو الرؤية للبعيد، سببه نقص مرونة ألياف الجسم البلوري. فهذا سبب تاني غير الأمراض التانية اللي ممكن تصيبها، مثلا الجسم البلوري يصير فيه مثلا مي بيضة أو عتمات معينة، هذيك أمراض تانية بتعمل خطأ انكساري بس تصحيحها عادة بأسلوب مختلف. تمام. طيب دكتور خلينا نسأل، في كتير أشخاص بيقولوا أنه مثلا نحن صلحنا ونحن بنعرف أغلب الأخطاء الانكسارية اليوم عم تتصلح بالليزر، يعني عم نعمل لها عمليات ليزر، هل إلها مضاعفات؟ هل ممكن مثلا ترجع تعود؟ برافو. وإذا تخطينا السن طبعاً، لأنه حضرتك أشرت أنه في سن معين لازم نحن ننتبه عليه، بعد إذا كانت هاي الشروط متوافرة هل ممكن أيضاً نشوف مضاعفات أو لا؟ كمان هذا سؤال مهم وكثير بنسأله. فأنا إذا صار عمري 18 وعندي نقص، اشتغلت عملية تصحيح نظر ليزر وكانت العملية ناجحة ودقيقة، يعني الإكزيمر ليزر صلح لي كل الدرجات، يعني عندي درجتين روحهم، هل ممكن حدوثه النقص يرجع مرة تانية؟ هلأ هون السؤال بشكل طبيعي أنه المفروض ما يصير تغيير إلا بحالات حدوث أمراض داخل العين. تمام. هلأ ممكن كثير منشوفها، انشغل تصحيح نظر بعمر 18 بعمر 26 اجا ما عم يشوف للبعيد، قال له مثلا صار عندك نص درجة. هلا شو السبب اللي وصل لهالشيء هذا؟ هلا غالبا يعني التسرع باجراء العملية، ما كانوا ثابتين. يعني مثلا في كثير يعني خاصة صبايا ما بتصدق امتى تصير عمرها 18 سنة مشان تروح تعمل ليزر، ما بتستنى لنمو العين يكتمل. هلا مو موضوع كارثي اكيد، بس انه مثلا كان عمرها 18 سنة اجت عملت تصحيح نظر قبل ما يثبتوا الدرجات، كان عندها درجتين او ثلاثه الى اخره، روحناهم اكزيمر ليزر، نمو العين ما وقف،
صار عمرها 22 هلا في عيون ما بيثبتوا درجات ال 24، هذا بنشوفه كثير. يعني نمو العين ممكن عمل بين ال 18 وبين ال 24، لذلك قلت لك ثباتيه الدرجات لمده 6 شهور على الاقل هو اللي بيخليني اعطي القرار اني اعمل تصحيح نظر بالليزر او لا. بس هو اكيد خيار مو موضوع كارثي، لانه عمليه تصحيح النظر بالليزر قابله للاعاده، طبعا بشرط انه تكون صوره القرنيه هي سليمه. مثل ما حكينا التصحيح الخطا الانكساري بالاكزيمر ليزر هو بيعتمد على القرنيه، القرنيه اول طبق شفاف كاسر للضوء من العين، فهو وسط كاسر للضوء، فبعدل الخلل الانكساري من خلال تشطيب القرنيه بالاكزيمر ليزر. بنعمل صوره قرنيه مثلا، واذا صوره القرنيه منيحه بتتحمل ليزر يعني القرنيه ممكن اعاده تشييعها، فمو موضوع كارثي. بس السبب حتى اذا ما كان مرضي هو عدم اكتمال نمو العين تمام، او وبتكون احيانا دقه الجهاز قليله، بحيث مثلا انا اعطيته درجتين ما راح لدرجه ونص مثلا، بقي نص درجه اول فتره ما ينزعج منها او يرجع بينزعج منها المريض. هي من الاحتمالات اللي ليش عملنا ليزر ورجعنا لبسنا نظارات بعدين. وجهت نصائح كتير مهمة لكل المرضى يلي بيعانوا من هاي المشكلة. أهم نصيحة وآخر نصيحة بآخر دقيقة شو بتحب تخبرهم؟ هلأ أكيد الله خلقنا العين عضو نبيل وحساس، فبدنا خاصة بدنا نعتني فيها بطريقة خاصة، لأنه هي مثل الجوهر اللي الله خلقنا إياها. فبدنا هلأ بالنسبة نصائح للأطفال، استعمال أجهزة الموبايلات بفترات طويلة كتير أكيد هذا شيء مضر. هلأ طبعا مو أنه ممنوع، لا أكيد يعني أنا ما بقول أنه ممنوع، بس على القليلة نعطي راحة للطفل كل نص ساعة ولو 10 دقائق. يعني هي الفكرة بالدراسات كل نص ساعة 4 دقائق كافي، 10 ساعات سحبة واحدة لا. التخفيف من نسبة الحساسية الموجودة تمام، الأشعة فوق البنفسجية خاصة هلأ وقت شوب فبتزيد نسبة الحساسية، أضرار الأشعة فوق البنفسجية كتير شديدة، أحرقات الشمسية اللي ممكن تصيب، طبعا غير المخرشات اللي ممكن تصيب العين. فهي نصائح عامة بالنسبة للأطفال، وبالنسبة للكبار ارتداء النظارة الشمسية اللي فيها فلتر من الأشعة فوق البنفسجية أكيد بيخفف من نسبة حدوث الأمراض كتير ممكن نشوفها مع تقدم العمر. أكيد نصائح مهمة ومعلومات مهمة مثل العادة. شكرا لك دكتور جهاد لوجودك ولكل شيء قدمت لنا إياه لليوم. شكرا لكم ويسعد صباحكم وصباح المشاهدين كلهم. أكيد السلامة للجميع نتمنى، وشكرا لك دكتور، أهلا وسهلا فيك.